قرار ان احنا سبورت للاعبتنا، سبورت للجهاز الفني، جماهيرنا الواعيه لازم تكون في ظهر لاعبتها في المشوار اللي جاي على مستوى الافريقي وعلى مستوى الدوري. وكمان من الحاجات اللي لفتت نظرنا يمكن في الساعات القليله اللي فاتت، يعني قوه الدوري المصري. نفتكر حضراتكم مع عوده الدوري المصري الناس كانت بتتكلم بشكل ان الدوري المصري هيبدا مهلهل، ان فترات كبيره جدا اللعيبه كانت واخده راحه كبيره، وان عوده الدوري المصري هيظهر بشكل ضعيف شويه خاصه في الاسابيع الاولى. لكن فوجئنا بالمستوى الرائع للدوري المصري. بكل امانه الدوري المصري السنه دي ليه طابع خاص، ليه ميزه مهمه جدا ما كانتش بتظهر في سنوات ماضيه، انك حتى بتتفرج على اي مباراه ما بتعرفش مين اللي يكسب لاخر دقيقه في المباراه. يعني النهارده حتى على سبيل المثال مباراه الجونه وسموحه 2-2، النتيجه رايحه جايه. طبعا سموحه في الدقيقه يعني البلاس برضو 90 بيحرز هدف من ضربه جزاء. فخلينا نتكلم ان مستوى الدوري السنه دي مختلف، خاصه كمان مع متعودين اللي بيطلع من الممتاز بيه بيتعطر شويه وبيبقى في المراكز الاخيره. لا احنا عندنا ثلاث فرق اعتقد ادوا بشكل اكتر من رائع. بتكلم على سيراميكا، بتكلم على البنك الاهلي، بتكلم على غزل المحله، بيادوا بشكل لغايه دلوقتي في حدود الامكانيات بشكل اكتر من رائع. كمان كان النهارده مباراه يمكن كمان بيراميدز والمصري كان التعادل لاخر الدقيقه تقريبا 87 وقدر بيراميدز يحرز هدف الفوز. فعايز اقول ان الدوري السنه دي ليه ميزه خاصه، والدوري ان شاء الله يفرز كمان لعيبه على مستوى عالي يستفيد بيهم الكابتن حسام البدري في المشوار على مستوى الدولي ان شاء الله. لكن زي ما بقول لك يا سهام، كان الكل متوقع بعد عوده الدوري ويمكن فترات طويله كده من التوقف كانوا بيقولوا ان الناس هترجع تعبانه ودوري المصري هيبقى مستوى ضعيف. لكن احنا فعلا لغايه دلوقتي يمكن وصلنا للجوله 14 بالدوري المصري، يعني انا شايف ان هو مميز جدا. في بعض الفرق متعثره شويه، لكن على المستوى العام اعتقد دوري الى حد ما فنيا يعني شكله كويس.